السلام البنات، كصبحتوا لاباس؟ صح، رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اليوم 13 من رمضان، هاو بدا مسكين يقص بشوي بشوي. العقوبة ان شاء الله هنكملوها بالصحة والهنا ان شاء الله. اليوم جبت لكم تحلية خفيفة وظريفة نتاع البنان نتاع الموز. شافيها فيها غير 3 حليب، فيها 3 مغارف نتاع السكر، فيها 2 مغارف معمرين سواسوا تاع مايزينا. هذه مايزينا، فوالا هذه المغرف الزوجة. هيا وحركوا حركوا مليح حتى كنا يذوب هذا. ايه فيها زوج حبات تاع بنان، هذوكم بعد تشوفوا عندهم. هيا ومن بعد كينيا حركوا حركوا مليح سواسوا حتى كاع يذوب هذاك الفارينة مع السكر، مش الفارينة، المايزينا باردون. هيا وجيبي البنان هذا زوج حبات، انا درت زوج حبات في ريتلا تاع حليب. ايام بعد كنا ميكسوها، فوالا ميكسو كامل حتى ما تخلو حتى كيما انا دروك. شوفوا انا بختو مكسيتها بزاف، وعندكم بقات لك تجي تخلط بالفويه سيب وحده. ايام بعد عاود وسيتها، وهنايا عاود طحنتها، وهنايا جبت الشوكولا. الشوكولا هذه تاعنا تاع البلاد، شريتها من عندك الراجل اللي قلت لكم حل هنايا يجيب كاع الصوالح تاع الجزائر. ايا انا درت 5 مغارف تاع الشوكولا، فوالا. وانتوما سا ديبون كيما تبغوا لا كولور تكون فاتحه، تبغى تكون غامقه انتوما وعينكم هي ميزانكم. انا جاتني 5 مغارف في ريتلا تاع حليب، فوالا. من بعد بديت نخلط فانيكينا الشوكولا، لازم فانيكينا كاع ذوب مع الخليط هذاك تاع الحليب وسكر وفارينه، فوالا. هكا باش كي ديروها فوق النار تكون ديجا تكون ديجا الاخر تتجانس قاعي كينيا، ما يغبنكوش فوق النار. فوالا راني خلطت، راني كاين خلط سوا 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 سوا. فوالا من بعد هذه الخامسة، واقيلا هي هذه الخامسة، خمسة مغرف الخامسة. هيا وراني نواسي فيها، نحلحل فيها في ذاك الحليب باش كاع الكميات تنحل، ما بقاش هذوك الكتل الصغار هذوك، لازم واسيها خلطوها مليح مليح. هنا شوف انا نوري لكم في لا كولور اللي تحصلت عليها. ابخي نتوما كل وحده كيفاه دير لا كولور تاعها اللي بغاتها. فوالا هنا بعد ما درت فوق النار راني نشوفوا لا كولور كيف جاتني. هاي هي جات، انا عجبتني هذيك هي. نتوما ابخي كل وحده كيفاه دير. فوالا جبت هذو الكيسان، على الكيسان اللي عندي جبتهم. دروك نحط في الراق في الكاس، بصح ما نعمرش حتى الفوق باسكو كاين شي صوالح من بعد نعاود نزيدهم في التزيين. هكا ما تعمرش الكاس حتى الفوق، فوالا. هيا من بعد خلوهم شويه حتى يرجعوا لا تمبيراتور مليحه، هيا وديرهم في الفريجيدار باش شويه يبردوا، باش ديك الساعه تجيبوهم للتزيين. فوالا انا كيما كاني عمرتهم خليتهم شويه درتهم في الفريجيدار. ومن بعد جيت نصنع، شوفوا انا لاكخام شونتيي صنعتها بهذاك لاكخام شونتيي، هذيك تاع البودره، ودرت فيها هذه فاستشين كخام اللي انا كنت نصنع بها لاكخام شونتيي. كانت عندي وراي قاويه وخفت لا تخسر لي، قولي باش ندير الحليب. نتوما ديروا الحليب ولا الماكله بغيتو، انا درتها هي. هيا ودرت فيها شويه تاع الشوكولا، كسرت هذاك البياض، درتو كشغل بلون كاسي، فوالا. وكي ديروا هذا الخليط تاع لا بودغ لا كريم شونتيون بودغ لا كريم شونتي، هذه تاع ليكيد تعطيكم واحد الاخر هايل. شوفوا تقولي درتو فيه لا جيلاتين، الاخر يجي متماسك بيان. شوفوا شحال حاجه متماسك، فوالا. اللي تواجد عنده يديرها، اللي ما تواجدش عنده ابا يدير الحليب ولا يدير الماء، فوالا. من بعد فوالا نوريكم فيها كيف جات. ابخي من بعد ما برد شويه، بردو غير شويه بحال ماشي قوي قوي، قلت بحال باش نوري لكم. فوالا جبت درت هذيك الشوكولا اللي وسيتها درتها من الفوق، فوالا. و بور لو كروكون، بور لو كروكون جبت هذاك اللوز ايفيلي. نتوما عندكم باغ اكزومبل ان جاتو بصح يكون شويه كروكون، ولا غوفريت فانيكينيا طحنوها ولا المهم، ولا اللوز كيما هكا تواجد عندكم. هيا ومن بعد درت هذوك كسموه قولوا نتوما هذاك البنان، درت له شويه قارص.
شويه تاع قارص باش ما يكحش، قمشتو وضربوك تزيين تزيين كل واحد كيف يزين. هذه الاولى انا درتها، درت فيها غير شويه تاع كخام شونتيي لي انايا، باسكو انا ما ناكلش كخام شونتيي قوي حلوايتو، هي درت غير شويه برك هكاك وما نكملهاش كاع غير بنذوق فوالا. وزينتها بالفوق من هذاك اللوز هذا كيفيلي فوالا، نفس الشيء درت لهم كاع نفس الشيء. غادي ديرو كاع صاير داير لا بانان بعد ما درتو له اللوز. ايا وهنايا هذه اللي عمرتها فوالا، كنا نكمل كاع كنا هذوك الاخرين ومن بعد على اللوز. انا هاني بعد ما كملتهم على هذه هي النهايه كاع تاع الاخر. مانيش عارف نتوما كيف من بعد التزيين، نتوما كل واحد وكيف يزين. التزيين شويه مانيش بحال سبيسياليست سبيسياليست فيه، مي شويه نسلكها شويه فوالا. وهنايا جيت نوري لكم القوام فوالا. انا نبغي حنايا نبغوا هذا القوام كيما هاك، نتوما لا شتوه هو بحق شوفوا راه يبان مليح، وانتوما لا بغيتوه شويه ثقيل على هذا زيدوا مغرف واحده اخرى في 3 حليب، زيدوا المغرف في 3 حليب، زوج ريتلات ريتلا باردون راني صايمه والله، في ريتلا تاع حليب ديروا 3 مغارف تاع مايزينا. هيا سلام.